لا شفنا كيف ممكن أعمل إدخال الرقمي والإخراج الرقمي، ديجيتال رايت وديجيتال ريد. هلا خلونا ننتقل على الإخراج والإدخال التماثلي. الدارة المبينة مقاومة متغيرة راح تسمح لي بإدخال قيم هبوط الجهد دارة بسيطة بإدخال تماثل. نحن هنعمل دارة مماثلة لها إدخال قيم درجة الحرارة، يعني راح الحساس درجة الحرارة راح يرجع لي قيمة هي درجة الحرارة. لهون بدي أنبه على شغلة، إنه مثل ما ذكرنا مبارح حساس درجة الحرارة ما بيرجع لي القيمة الحقيقية مباشرة. عندي معادلة تحويل لأحصل على القيمة. هلا امبارح بالوقت برمجنا الاردوينو هاي المعادله حطيناها بالاردوينو، وبالتالي الاردوينو هو اللي راح يرجع القيمه الحقيقيه، الماتلاب راح يقراها مباشره. هلا صار عندي ضروره انا هاي المعادله احطها بالماتلاب، لانه عندي صار الماتلاب هو المسؤول عن اجراء العمليات والتحويلات كلها. خلونا أول شيء نجهز الدارة، بعدين نرجع نشوف المعادلة، بعدين نكتب البرنامج مع بعض بإذن الله. هلا رح نعمل إدخال التماثلي والإخراج التماثلي. طيب كيف ممكن هذا الشيء؟ أول شيء رح أوصل الليدات على البين 11 والبين 10 والبين 9. والبين 6 والبين 5 دول بإمكاني أخرج عليهم قيم تماثلية. راح أوصل حساس درجة الحرارة على البين 3 وصل التغذية، تمام. هي صارت عندي الدارة جاهزة. أول شيء راح ننفذ الإخراج التماثلي. A تساوي Arduino كوم 6 تم الاتصال مع الاردوينو. A دوت انالوج رايت
بدي أحدد له رقم البين، وليكن مثلا هلا البين 6 مع القيمة اللي هي مجال من 0 لـ255 راح أطلع 10. عفوا، أول شيء لازم أحدد إنه هي output، بعدين أخرج مود بين مود 6 output. هلا بإمكاني أعمل الإخراج الرقمي أو الكتابة التماثلية. عفوا، نلاحظ اشتغل الليد الأحمر. لو عددت القيمة للمية بنلاحظ زاد توهج الليد. عند 50 راح يخف التوهج، عند 150 راح يزيد التوهج، عند الرينج لل 255 هيك أعلى قيمة، على الصفر راح يرجع يطفي. بنلاحظ انه لو حطيت قيمة ولتكن 300 راح يعطيني خطأ error using Arduino analog write line 143 ببرمجة التابع بالتابع المسؤول عن برمجة الانالوج رايت، ان لو فاليو فور انالوج اوتبوت ليفل، ان القيمة اعلى من القيم من الليفل المسموح فيه، ذا فاليو ماست بي انتجر فور جوينج فروم 0 to 255. وبالتالي بامكاني صرت اخرج قيم تماثلية على بن على مجموعة البنات اللي هي 3 و5 و6 و10 و11 و9 و10 و11. ممكن نجرب على البين 9، نخرج قيمة ولتكن 100. لاحظ اشتغل الليد اللي جنبه 150. ممكن اخرج كمان على العشرة قيمة خفيفة ولتكن 10، اضاءة خفيفة، ممكن نطلع 100 الى اخره. هلا انا بهالطريقة ارسلت اخرجت اخراج تماثلي. هلا بامكاني اعمل ادخال تماثلي، قراءة عن طريق الحساس analog read. عندي البنت اللي موصول عليها حساس البنت 3، بس قبل لازم احدد انه a dot bin mode 3 input. دوت بين مود 3 انبوت، حددت انه داخلها لا بامكاني اقرا القيم. لاحظ رجع لي قيمه 574. مثل ما ذكرت عندي معادله لازم ادخلها لحتى يرجع لي قيمه صحيحه لدرجه الحراره. هلا بنشوف كيف ممكن نساوي هذا الشيء. راح نكتب هلا برنامج ديليت، نكتب برنامج بسيط للإدخال والإخراج التماثلي. هلا عندي البنات 3 و5 و6 و9 و10 و11، ما في تسلسل. فأنا رح أرجع أول شيء أخذ تحديد الحالة تبع البين، رح أقول له البين عندي 3 أو عندي هلأ هون أول شيء 5 output والستة output والتسعة والعشرة والإحداعش output. تمام، عندي البين input اللي هو البين 3. هلا ما عاد في داعي بقلب الحلقة احط
الخمسة هون لازم ضبط بس خوارزمية محددة مشان البنات، ما في مشكلة. هلا راح اشتغل بدون الفور. هلا حلو ليست ايكوال منيو determine output او determine which led want to let to turn on. بين خمسة بين فايف هاي فاليو بين ستة هاي فاليو البين سبعة ما عندي سبعة ثمانية تسعة والبين عشرة والبين 11. هلا if list equal واحد اللي هي البين خمسة ف write analog write والقيمة لتكون 50 على البين 5. تمام. بعدين else if list equal to بين رايت على 6 لتكون القيمة 100 خلي المستخدم يدخل القيمة value equal input value enter value هون راح خلي بدل هذا value else if list equal 3 analog right لعد 9 else if list equal 4 لعد 10 else إداش انت. هلا بيع هذا بالنسبة للإخراج الرقمي، راح نشوف كيف راح تنفيذ البرنامج. تمام. انتر فاليو طلب مني ادخل القيمة اللي بدي اخرجها فلتكن 45. طلع عندي المينيو، هذا المينيو ديترماين ويتش ليد يو وانت تو تيرن اون، فراح افرض انه بدي اخرج على الليد 9. ثاني خطا فاليو شو معرفها هون فال وليست فاليو بسيطة delete ايه تمام. راح ارجع نفذ
طلب مني قيمة 45، طلب مني أحدد البين اللي بدي أخرج عليها. المفروض البين 9، لاحظ أنه اشتغلت البين 9 وطفت بشكل لحظي لأني حاطط ديليت ديليت تمام مباشرة. مباشرة اشتغل الليد وطفى. لو كنت حاطط البرنامج ضمن حلقة كان ممكن يستمر تشغيل لفترة أطول. كيف هذا الشيء ممكن نساوي؟ فور اي تساوي من الواحد للخمسة، وراح احط بوس واحد عند كل، بالتالي الليد راح يشعل 5 ثواني. ارجع نفذ، عندي الفور بدأ اند. هلا راح يعطيني مشكلة انه تم الاتصال مع الاردوينو وما عمل ديليت. لا والله ما اعطى مشكلة. anyway 45 بين 9، بنلاحظ راح يستمر تشغيل 5 ثواني بعدين راح يطفي. تمام، نفس الشيء على الليدات الثانية. خمس ثواني وحط في الليد. انا ممكن اعمل خوارزمية اللي بدي اياها، خليه ينتقل، خليه يعمل اشارة بي دبليو ام عندي بالنات تسمح باني اخرج بي دبليو ام. عندي الطريقة اللي بدي اياها، الفكرة واحدة بس الفرق بتصير حسب الخوارزمية، حسب الدارة اللي عندي، حسب الوظيفة اللي بدي اديها. هلا اذا نروح نكمل الدارة لادخال التماثل لدرجة الحرارة، خلونا نرجع للبرنامج اللي كتبناه امبارح، نشوف معادلات تحويل. تمام، هلا هي عندي معادلات تحويل. الريدينج سيريال انالوج، الفولتج القراءة ضرب 5 على 1024 تمبريتشر الفولتج على اوكي، يعني نقدر نقول هلا نسخن ونقارن. هلا حددنا اول شيء انه البين 3 هي انبوت. اول شيء راح اخذ الفاليو او احسميه فولتج تساوي A دوت انالوج ريد من البين 3. تمام، او خلينا الريدينج مثل ما مكتوبه بالريدينج، والقيمه المقروءه راح تنضرب 0.5 راح تقسم على 24، والتمبريتشر هي فولتج ناقص 500 ناقص 1.5 ضرب 100. ديسبلاي تمبريتشر سي ديوس كان قبل له display temperature is a
انالوج ريت 3 نلبين 3 راح يقول تمام. حننفذ هلا البرنامج. طلب مني ادخل قيمة ولتكن 90، اخرج على البين 10، راح يوقف 5 ثواني، راح يضل شغال 5 ثواني، بعد 5 ثواني راح يرسل لي قيمة درجة الحرارة temperature is 243. في مشكلة بمعادلة التحويل. reading analog read 3 voltage reading اضرب نص. anyway الفكرة هي الإدخال الرقمي. هلأ ممكن الإدخال التماثلي، عفوا. هلأ ممكن خلي رح نرجع على يرسم لي تغيرات درجة الحرارة مع الزمن بشكل مباشر. رح نشوف مثال بسيط كيفية كتابة برنامج. هذا على الطريقة اللي عملناها امبارح. طيب نكتبها هلا مع بعض. ال 4i من الواحد نفوض ل 15 ثانية بدي اياه يجيب لي درجة الحرارة ويرسم تغيراتها مع الزمن. بلوت، ما شفنا كيف معادلات التحويل. بلوت الاي اللي هي هون مثلا، او خلينا نسميها تي، التي مع تمبريتشر سي. اللون اشارة تمام. و رح خلي عند كل خطوة يوقف 1 ثانية. رح ننفذ البرنامج. طلب مني قيمة تكون 110 على البين 6، اشتغل الليد الأحمر 5 ثواني رح يطفي، رح تبلش قيم درجة الحرارة بالرسم مع الزمن. بنلاحظ هون ملاحظة عم يعني تطلع القيم، كان القيم مو دقيقة فيها مشكلة، بس الفكرة انه الرسم كيف عم يتم. تمام. هلا بس هون حابب نوه على شغلة، انا ممكن نحط هولد اون، هولد اون هلا راح اشوف التغير بين ما بين درجة حرارة بين ثانية وثانية. خمس ثواني تمام. بنلاحظ درجة حرارة تقريبا ثابتة، نسبة الخطأ بسبب معادلات التحويل، بس الفكرة انه ممكن من خيارات الرسم بالماتلاب اوصل بين هاي النقاط واحصل على خط مستمر. هلا تعرفنا كيفية اجراء الادخال التماثلي والرقمي والاخراج التماثلي والرقمي.
شفنا كيف الإخراج الرقمي التماثلي كيف بتختلف إضاءة الليد حسب قيمة الإخراج الرقمي. بنلاحظ هون هاي الفكرة اللي كنت عم بحكيها، إنه لو أخرجت قيمة ولتكن 50 فرح تكون 20% من 255، يعني خمس القيمة، ورح تكون إضاءة الليد أشد من لو أدخلت 10 اللي هي هتكون 4%، إضاءة الليد رح تكون أخف.